ولد فوزان السابق في مدينة بريدة عام 1275، ونشأ نشأة علمية حيث ألحقه والده الكتاب سليمان بن محمد بن سيف حفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك أيضا تلقى العلم على يد الشيخ ناصر السيف أيضا، وأتقن القراءة والكتابة، وتلقى أيضا العلم على يد عدد من علماء بريدة مثل الشيخ عمر بن سليم وأيضا عبد الله بن سليم وغيرهم. انتقل بعد ذلك لتلقي العلم، رأى أنه بحاجة أكثر لتلقي العلوم، فارتحل إلى الرياض وتلقى العلم على عدد من مشايخ الرياض في حدود تقريبا عام 1302. درس في الرياض على يد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، وأيضا الشيخ حمد بن فارس، ثم بعد ذلك انتقل إلى البحرين والبصرة والزبير والكويت، وتلقى العلم على يد عدد من علمائه، ثم بعد ذلك رغب في الاستزادة أكثر من العلم فارتحل إلى الهند، وهناك درس على يد الشيخ نذير حسن وغيره من العلماء، وفي التفسير والحديث وغيره.